تحت شعار المسار الصحيح من أجل لم شمل الوطن وبحضور الضيوف من كافة المناطق والمدن الليبية، أقيمت في مدينة مصراتة احتفالية معايدة بمبادرة ذاتية من مجموعة من شباب ونشطاء المجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة الإدارية لنادي التصدي بمصراتة. طبعا هذه المعايدة قام بها شباب من مدينة مصراتة بالتعاون مع إدارة نادي التصدي قصر أحمد، والحمد لله. طبعا هذه المعايدة قامت بفكرة بسيطة ثم تنادت إلى تكون معايدة تشمل المدن الليبية بالكامل. تم دعوة جميع المدن الليبية لهذه المعايدة، والحمد لله أغلب المدن الليبية لبت هذه الدعوة والحمد لله، ونسأل الله أن تكون فاتحة خير على البلاد والعباد. فعاليات الاحتفالية تضمنت لقاء بين أهالي مدينة مصراتة وضيوفها، وألقيت خلالها كلمات الترحيب والتهنئة، كما تم التأكيد على نصرة ودعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان على أراضيه. الاحتفالية شهدت أيضا تقديم بعض الفقرات من الأناشيد الدينية احتفالا بعيد الفطر المبارك، قدمتها فرقة تاجراء للمألوف والموشحات والموسيقى العربية. الذي نسأل الله تعالى أن يجزينا فيه ويتقبل منا فيه الصلاة والصيام. كما تضمنت الاحتفالية فقرات شعرية اشترك فيها بعض الشعراء من داخل وخارج مصراتة، ألقيت فيها بعض القصائد الشعرية ابتهاجا بالعين.